أفاد مراسل الغد بدخول دفعة جديدة من الوقود إلى غزة مع استمرار وصول المساعدات للعريش المصرية. ينضم إلينا من مطار العريش كريم الشيخ مراسل الغد. كريم، ضعنا بآخر المستجدات المتعلقة بنقل وإيصال المساعدات، حجم هذه المساعدات التي تنقل إلى قطاع غزة من جهة، ومن جهة أخرى نتحدث أيضا عن حاملي الجنسيات المزدوجة الذين ومغادرتهم يعني للقطاع، وكيف يتم ذلك؟ نعم، حتى هذه الأثناء لا تزال سيارات الإسعاف تصل إلى معبر رفح البري. سيارات ربما وبحسب مصادر أكدت لنا قبل قليل أنها ستنقل عدد من الأطفال الخدش. خلال الأيام الماضية كان هناك تنسيق متواصل على مدار الساعة لنقل هؤلاء الأطفال من المستشفيات في قطاع غزة يصلوا إلى معبر رفح الفلسطيني. ستنقل هذه أو ستدخل السيارات الإسعاف المصرية وتقوم بنقلهم إلى يعني مستشفيات مصرية، وربما يتم نقل البعض منهم إلى وجهات أخرى. فيما يتعلق بالوقود، وصل 46 طن من الوقود حتى مساء أمس. ربما خلال الساعات المقبلة يكون هناك أو يتم الكشف عن عدد من ناقلات الوقود مرة أخرى. نعم. بالإضافة أيضا إلى أنه تم يعني إجلاء 6065 من مزدوجي الجنسية خلال الفترة الماضية منذ 21 من أكتوبر الماضي وحتى أمس. هناك أرقام دقيقة وكثيرة تتعلق بحجم المياه الذي وصل إلى معبر رفح الفلسطيني وقطاع غزة، وصل إلى 4025 طن، بالإضافة أيضا إلى إغاثات طبية وصلت إلى 2095 طن من الإغاثات الطبية، وأيضا مواد غذائية وصلت إلى 4438 طن وصلت من خلال هذا المعبر. المعبر لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى، وهذا ما أكدته مصر مرارا وتكرارا، ولكن جميع الشاحنات التي تصل إلى الدفة الأخرى من هذا المعبر تحديدا إلى قطاع غزة يتم وصولها إلى معبر آخر في الجانب الإسرائيلي، ومن ثم يتم تفتيشها ويعني إدخالها مرة أخرى. أشكرك من معبر رفح كريم الشيخ مراسل الغد.